طارتلات على نواط كوكو، يجو خفاف مشمخين وبزاف بنان. سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نجوزوا المقادير. بسم الله، واش نسحقوا في لاباط تاعنا؟ نسحقوا 150 غرام تاع ماكارين. انا استعملت هنايا مانيا دي صغيره، استعملوا 150 غرام تاع الماكارين بلس 50 غرام تاع سكر غلاس. يعني تقدروا ديروا هكا 3 مغارف ماشي معمرين، هكا 3 مغارف ماشي معمرين تغربلوهم. نجوزوا نخدموا لو بوغ تاعنا مع لو سكر غلاس مليح بيدنا، هكا نخلطوا كيما لاباط صابلي. ومن بعد نجوزوا نزيدوا لهم حبه تاع البيض، ونزيدوا لهم لافاني اللي درتها دوكا. ولافاني بيان سور راهي فوقها توجو قرصه تاع الملح، ما تنساوش يعني قرصه الملح ديروها في كلش. داكوغ فوالا. ومن بعد نجوزوا نطموها بلا فارين. نعاود لكم برك المقادير غابيدمون. عندنا 150 غرام دو بيرز، درنا لهم 50 غرام دو سكر غلاس ليكيفالون تاع 3 كويير هكا ممسوحين. نخلطوهم مليح باليد، ونجوزوا نزيدوا لهم حبه تاع البيض كامله، ونطموهم ولافاني وقرصه ملح، ونطموهم بالفارينه. نجيبوا لي مول تاعنا، لي فون دو طارت يعني تاعنا. تستعملوا اي مول حبيتو. داكوغ، انا كنت استعملت لي مول تاع لي طارت صغيورين تاع لي طارتولات، اللي ما فنديرهم طارتو فري ولا سيترون صغيورين كامل. وانتم تستعملوا واش تحبوا. تقدروا ايضا اللي يعني تعجز وما عندهاش الوقت وهي مزروبه مجاينها شي ضيف مثلا، يعني دي يوجدوا بالخف، تقدروا تستعملوا مول طارت كبير، مول كبير مدور هكا طارت، هذاك تاع نقول لكم تقريبا 30 سنتيم. هذاك تقدروا ديروه وتفتحوا لاباط وديروها فيه، وديروا نفس الطريقه اللي راح نوريها لكم دوكا. داكوغ، وراح تجيكم شابه، ما ممكن تقسموها تجي بزاف شابه. فوالا. ولا مول كاري، تقدروا ديروا مول كاري ثاني تقريبا تاع 29 على 29 ولا 30 على 30، راح تكفيكم لاباط. يعني عطيتكم القياسات تاع لاباط هاديه. هاد لاباط هاديه راهي رايحه تعجن. شوفوا انا راني نهضر، نتوما شوفوا واش راني ندير. هاد العجينه هادي لاباط راهي رايحه تعطيكم 31 32 حبه. هذوك صغيورين انا اللي نستعملهم 32 حبه. فوالا، يعني تقدروا ديروا نصف الوصفه هذه. وبالنسبه للحبه تاع البيض، يقولوا لي كيفاش نقسموا حبه بيض؟ تحكموا حبه بيض عادي، تضربوها ويفو بروني لا مواتي تاعها. هذا ما كان هنايا راني ندير لاباط تاعي في لي زومبورت بياس. فوالا، استعملت قلت لكم هادو لي صغار، فيهم تقريبا القطر تاعهم واحد شي با 5 سنتيم تقريبا ولا 6 هكاك. فوالا، تجوزوا ديروا لاباط، ديروها وشنو رقيقه ما تكونش خشينه. نكملوا نخدموهم كامل بنفس الطريقه، نحطوهم نتقبوهم، نحطوهم في سنيوان نتقبوهم، نخلوهم دو كوتي لو طون نجيبوا المعجون تاعنا. انا استعملت معجون تاع المشمش، وانتم ما استعملوش تحبوا، باسكو المشمش يتمشى مليح مع لا نواط كوكو. يعني فوالا، نخلوهم دو كوتي. نجوزو نديروا الكريمه اللي راح نسحقوها من الفوق. عندنا هنا 100 غرام تاع الزبده، عندنا 100 غرام تاع لا ماكارين عادي، زدنا لها نص كاس تاع سكر كريستاليزي، سكر عادي نص كاس يعني ما يعادل 100 غرام. زدنا لهم مغرفه تاع العسل، مغرفه تاع اكل، هذيك ملعقه تاع اكل تاع العسل. ونكملوا هذا بشي العسل باش يخلينا الخليط تاعنا يجي معلك، يجي مشمخ هكا. نزيدوا زاز دو سيترون، انا هنا في هذه المرحله كنت نسيتو حقيقه، نسيت زاز دو سيترون وزعفت كي نزيدو، باسكو لو زاز دو سيترون سافا تري بيان افيك لا نوا دو كوكو، دونك يجي بزاف هايل. الوغ هنايا زدنا حبه تاع البيض، نعاود درنا 100 غرام تاع المارغارين، زدنا معاها نص كاس تاع السكر ليكيفالون تاع 100 غرام تاع سكر عادي، زدنا لهم مغرفه تاع العسل وزاز دو سيترون اللي انا نسيتو، وحبه تاع البيض، حبه بيض كامله. فوالا، حبه بيض كامله. نزيدو فوق هذا الشيء كامل 100 غرام تاع نواط كوكو. 100 غرام تاع نواط كوكو هي 100 غرام كي تكيلوها في الكاس تاع ام وليد، راح تعطيكم زوج كيسان ماشي معمرين. زوج كيسان نقصوا منهم، كل كاس نقصوا منه ان دوا ولا ان دوا يدمي، يعني زوج كيسان ماشي معمرين. ونزيدوا القرصه تاع الملح اللي شفتوني، ماشي الملح باردون، قرصه تاع لا لوفور، اسمحوا لي اعتذر، قرصه تاع لا لوفور. هنا راني نكمل في لا نواط كوكو، بديت ندير بشويه، شفتوني درت الكاس الاول، هنا راني ندير في الكاس الدوزيام، راني ندير فيه بشويه بشويه باش نشوف الى الخليط. ما لازمش يكون شاد روحو بزاف، باسكو نواط كوكو تاني كاين اللي تجي رقيقه بزاف، وكاين اللي تجي خشينه، وكاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش هكا. يعني تقدروا تعتبروها كيما الفارينه، تشرب وما تشربش. المهم انا كلالي هذوك زوج كيسان كامل، يعني 100 غرام كلاهم لي كامل. نواط كوكو حاولوا تشرو نوعيه اللي تكون مرحيه مليح وتكون فيها ريحه شابه، يعني نواط كوكو تكون جديده ماشي ديك اللي فتحوها عندهم بزاف والدقات تلقاها مره. هذه هي، وهنا الخليط تاعي راه واجد. نجوز نديرو لا غوم تاع نواط كوكو باش لكي اعزز نكهه نواط كوكو، يا اخي بو اكسونتيي لو غو تاع لا نواط دو كوكو. دونك نزيد نديرو لا غوم هكا، زوج قطرات بك تاع لا غوم تاع نواط كوكو. فوالا، نخلطو مليح، ونجوز نديرو دون اون بوش ادوي، ونجوزو نحكمو لي باركاز تاعنا، نديرو لهم نديرو لهم معجون غير بالمغرفه برك، دير لهم معجون كل باركات كل فون دو طارت، دير لهم مغرفه صغيره تاع المعجون هكا. انا استعملت تاع لابريكو،
اللي نحبوه كامل تاع زمان زمان اللي ما يتبدلش. فوالا ندير لهم غرفه مغرفه ونجوز نحكم هذاك الخليط تاعي وندير لهم الفوق. دوك نوريكم طريقه، تحبوا ديروا بالملعقه ديروه، تحبوا شوفوا الخليط تاعكم لازم يجي يابس يكون جاري باش تجيو فاصوص كي يمشي لكم في لابوش تاعكم. يا اخي شوفوني كيفاش درت، راني نمشي مع لاباط ومن بعد ندخل الوسط باش ما يطلعليش المعجون. شفتوني في الاولى كيفاش خدمت طلع لي المعجون. دوك هنايا راني دورت من برا نبدا شغل هكا ندير هكا على برا ومن بعد ندخل الداخل باش المعجون ما يطلعليش. ابخي نجوز نسقمهم بون سباتول هكا على دي سباتول، نجوز نسقمهم كامل باش يولوا مستويين هكايا. نشعلوا الفور تاعنا يسخن من قبل بيان سور، انا الفور توجور نشعلو كي نكون في نص الوصفه ولا في الديبي تاع الوصفه بديتها معاكم، راني درتو ديجا يسخن. يا اخي دونك عندكم هذيك ربع ساعه عادي، شعلوه ربع ساعه من قبل يسخن صح. هنا نسقم فيهم ولي شوفوا هذه هي لا كريم اللي عطيتها لكم، واحد دير لكم 32 حبه سوا سوا، يعني قد لي طارت قد الاخر قد لا كريم هكا، باسكو كانوا قادرين زوج حبات ما كفاتنيش لا كريم. واش درت؟ حجزت نقصت لهم كامل شويه شويه باش كفوني، درت هذوك زوج حبات، يعني دير لكم سوا سوا 32 حبه. فوالا حطوهم في الكوشه يطيبوا. انا هنا ما شعلتهمش من الفوق، كي طابوا ما جاوا يطيبوا كانوا حمارهم فوق. انا وريت لكم قنيدلات كنا درناهم، درنا لهم لي فلوغ هادوما ودرناهم، كنا جوزتهم في طريقي يعني هكا وريتهم لكم في الفيراج. وهنايا بعد ما طابوا وبردوا نحيهم. كيفاش تعرفوا بلي طابوا؟ تلقاو لاباط، لاباط تاعكم العجينه سيغ لو كوتي حمارت تما، لا كانوا حمارو من الفوق اللهم بارك، لا كانوا محماروش شعلوا لهم الفوق. انا قلت لكم للامانه ما شعلت لهمش من الفوق، لو طون لي طابوا لقيتهم حمارو وحدهم باسكو الكوشه كان سخونه صح. هنا نجيبوا المعجون تاعنا بدون اي اضافه، وعندي لانواط كوكو تاعي هنايا نمسحهم برك بالمعجون وندير لهم لانواط كوكو من الفوق. وتحبوا تزيدوا تشبحهم اكثر من هكا، تزيدوا لهم شغل هكا سوريس كونفي تجي حاجه حمراء في الوسط حاجه شابه اوكي تقدروا ديروا. انا كوم ما نحبهمش ما ناكلهمش ما نديرهمش، هذه هي. فوالا وبهذا نكونوا لحقنا نهايه الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وسمحوا لي اللي طولت عليكم. الله غالب لي زونفون لي زيكزام اكسيتيرا اكسيتيرا راكم على بالكم. دونك فوالا هذه هي، نقولكم ادوتر فيديو ان شاء الله. سلام.